منورني الحقيقه في الاستوديو كابتن عماد فاروق نجم نادي الاهلي ومنتخبنا الوطني السابق للكره الطائره. كابتن عماد اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بحضرتك ومبروك الظهور العشاشه، واتمنى لك التوفيق. واهلا بالمشاهدين، واحب ابتدي كلامي الاول نبدا عن منتخبنا الوطني اللي طبعا بيشارك في الوقت الحالي كاس الامم. كلنا مهتمين اكيد بالنتائج والشكل ان هو يكون ايجابي. تقييمك بشكل عام للاداء ايه لحد دلوقتي يعني؟ طيب انا احب الاول ابدا كلامي بعزائي الشديد لشعب المغرب طبعا. واتمنى ان هو يتخطى المحنه، وشعب المغرب الهمنا باسوده من الرجال والسيدات، نوال المتوكل، سعيد عويطه، بوطيب، هشام الجاروش، كل دول كانوا قادرين على التخطي والتحدي، وان شاء الله المغرب يتخطى ويتحدى، يتخطى قصدي محنته ويقوم تاني، واحنا في ظهرهم وبنعزيهم. دي اول حاجه. تاني حاجه، البطوله انا شايفها كبطوله الحقيقه اقدر اصنفها ان هي بطوله فقيره. ليه كده؟ التصنيف على ايه؟ على الليفل الفني ولا على ايه؟ العنوان على ممكن يبقى صادم شويه، ولكن بطوله اولا بدون حضور جماهيري عليها علامات استفهام كبيره، مش علشان خاطر المستوى الفني، لا علشان خاطر ده مؤشر لانتشار اللعبه، لشعبيه اللعبه. فين اللعبه في مصر وفين اللعبه في افريقيا؟ وبيحدد ده كمان. حتى لما شفنا ماتشات الدوري العام الاهلي والزمالك لما كانوا بيلعبوا ضد بعض كل الناس كانت بتتابع الماتشات دي، فده دليل ان شعبيه اللعبه لا بقت في مكان مختلف عن كده. طيب خلينا برضو هقول لحضرتك حاجه، خلينا يعني في قصه الاهلي والزمالك، يعني هي قصه محليه بحته، والعصبيه فيها هي اللي بتحرك الجماهير اللي هي مش متصله اصلا باللعبه قوي كويس، اكتر ما هي بتعضد النادي. ده مش غلط يعني، مش لازم يبقى جمهور متخصص في اللعبه كويس، ولكن مش ده هدفي من الجمهور. انا قصدي الجمهور كمان اللي بيجي يقطع تذكره، لان اللعبه المحترفه ازاي انا النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي في مصر بيدفع ملايين للعيب ولعبته ما بتجيبش فلوس، يبقى في هدف تاني من الالعاب دي في وجودها في الانديه. يعني نادي برشلونه مثلا عنده باسكت، عنده هاندبول، بس الصالات مش بيدخلوا جمهور ببلاش. معاك تمام. فطبعا انا فاهم ليه ده، لان انا بحكم تخصصي في الاداره ببقى فاهم القصه دي بتتعمل ليه، ولو عاوزني اشرح تفسيرها موجود. ولكن بطوله يعني ماتش مصر والجزائر، خلينا نمسك الماتش ده، انا نخش شويه فني يعني. تمام. انا هخش الاول، معلش هفضل في الحته الجماهيريه. انا عارف ان الحته شكلها هجومي، انما انا لا امارس يعني مراهقه الهجوم ابدا، لكن انا بحلل حاجه ليها علاقه بالجانب الفني. ليها علاقه بالجانب الفني. ايوه معاك. تمام. لما جه الكادر، لما بيجي الكادر بتاع الكاميرا على الماتش، فبيجيب معاه المدرج اللي في وش الكاميرا. المدرج فاضي خالص في ماتش مصر والجزائر. دي كارثه يعني، ده فاينل كويس. وبعدين النهارده ممكن يا كابتن من خلالك اهو بندعو الجماهير ان هي تتواجد في الماتشات. لا انا بدعو الاتحادات واللجنه الاولمبيه ووزير الرياضه ترويج للبطولات بشكل اكبر، وانه يعملوا عندها علم ان البطوله دي هتتلعب في التوقيت، يعملوا البنيه التحتيه معاك اللي تؤدي لنشر اللعبه. في قانون الرياضه ما بيحدد وظيفه الهيئات الرياضيه الاتحادات، اول مهمه للاتحاد هي نشر اللعبه. صح. كويس. فنشر اللعبه ده، لو انا بس عاوز اقول لحضرتك نحول الموضوع لشويه ارقام. اتفضل. عدد اللاعبين المسجلين في الاتحادات المصريه كلها في جميع الالعاب كام لاعب؟ حوالي في كل الالعاب الفنيه والجماعيه، في كل الالعاب كله مصر كام؟ حوالي 350,000. تمام. تعرف حضرتك عدد المسجلين ده شباب وناشئين كل حاجه، كل اي 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 حد مسجل في الاتحاد، في الاتحاد بيلعب طالع له كارنيه. انت عارف حضرتك عدد المسجلين في المانيا كام؟ 30 مليون. انا بس عاوز اقول لحضرتك يعني ايه نشر الالعاب كويس. عارف حضرتك عدد اللاعبين المسجلين في اتحاد كره القدم الالماني كام؟ 6 مليون لاعب. 6 مليون.
6 مليون واحد لاعب مسجلين في 21 ألف نادي، بيدفعوا ضرائب ويدفعوا خدمات كتير قوي، بيشغلوا مصانع، ده كله داخل في اقتصاد البلد. تمام. فلما نيجي نتكلم على الرياضه، نتكلم فيه ده محتاج حلقات، هو ده الموضوع الرئيسي. احنا عندنا الرياضه تصنف ليه، انا بقول لحضرتك فقيره، لانه تصنف تحت الرياضه الاجتماعيه اكتر. أيوة. عشان كده دايما عندنا الانديه اسمها نادي الرياضي الاجتماعي. أيوة. ليه؟ لانه يهمه يفتح فرع جديد. انا بقى حابب استفيد من خبراتك في الفولي. تمام. تقول لي تقييمك واسباب الهزيمه. أوه. بالتحديد انك بتلعب البطوله على ملعبك، فالطبيعي تبقى انت ليدنج او صاحب الغلبه في كل اللقاءات. كانت هزيمه مفاجاه بعض الشيء امام منتخب الجزائر، يعني شفتها ازاي؟ والله انا من خلال تحليلي للماتش اللي انا شفته بحكم خبرتي، طبعا في ناس اشطر مني مدربين، لكن انا بحكم خبرتي شايف ان لما شفت الجزائر الفرقه المقابله كويس، ومصر شخصية البطل محتاجة مش متبلورة في الأداء الجماعي للمنتخب المصري في الماتش ده، عشان ما نعممش بشكل عشان ما نعممش كويس، قد يستعيد هذه الشخصية. ممكن تقول يا كابتن إن الهزيمة دي مفيدة إنها تيجي في التوقيت ده؟ ممكن تبقى مفيدة لو برضو خلي بال حضرتك، كلمة شخصية البطل دي الناس بتتكلم عليها، بس أنا هتكلم عليها بالمعنى العلمي. يعني إيه شخصية البطل؟ كويس، يعني شخصية البطل أول حاجة البطل ده متعود يلعب تحت ضغط. طب والمباريات فيها في خلال الايفنت نفسه او اللقاء بيبقى فيه تقلبات، لازم يبقى متعود ان هو فاهم ازاي هيتصرف ساعه الخطا ويعمل ريكفري، يبقى فاهم يحلل الخطا ازاي بسرعه ويصححه. زائد ده طبعا من الناحيه الفنيه، الناحيه الفنيه. اما الناحيه التكتيكيه الجماعيه، التواصل انا ما شفتوش موجود بشخصيات البطوله. شخصيات البطوله التواصل تقصد ايه؟ الكلام ما بين اللعيبه وبعضها البعض يعني؟ بالظبط، كلام اللعيبه وتوزيع المسؤوليات والمهام في الملعب. الملعب لازم يبقى فيه قاده كويس، ساعد بيبقى معروف ساعد. يعني انت مثلا في كره القدم مثلا بتقدر تميز قوي ان القائد ميسي. طب ده اللي يتحمل مسؤوليته كوتشنج طبعا، جهاز فني ولا اللعيبه؟ ما انت بتتكلم لو انا بحاول اقلل معدل الاعمار، طبيعي مش هيكون في القاده او اللعيبه اصحاب الخبرات اللي كانوا موجودين قبل كده. يعني بتتكلم لما كان عبد الله عبد السلام موجود، احمد صلاح طبعا بطبيعه الحال موجود هيتكلموا. تمام. بص لكن حضرتك، لو دول مش موجودين طبيعي يبقى عندك فتره فراغ. يعني ده سؤال منطقي وفي منتهى الذكاء. تمام. شوف حضرتك، مدرب الدرجه الاولى او مدرب المنتخب القومي ما بيجيش يصنع لعيبه. مدرب المنتخب القومي عايز لعيب جاهز على طول، يدي تكتيكات، مفروض اللعيبة دي تبقى جاهزة لاستيعاب التكتيكات. طب هو بيشوف قدرات اللعيبة وبيبني خططه على حسب قدرات اللعيبة. تمام. لكن لما تيجي لعيب هو نفسه في ناديه مش مؤهل فنيا ونفسيا، لان الاتنين مرتبطين مع بعض كويس، انه يلعب في ليفل عالي جدا في تقلبات شديده ويقدر يبقى عنده بلان A وB وC ويتعامل معامله البطل لغايه اخر لحظه، ده مش دور المدرب قوي. لكن نقدر نرصد طبعا تكتيكات. يعني مثلا هدي لحضرتك مثال في الشوط الاول من ماتش الجزائر، احنا كنا متقدمين 6-1. تمام. فضلوا طلعوا علينا لغايه اما عدونا تقريبا 14 12 او انا كنت شايف ان المدرب هنا مش قاري مش قاري الفرقه رايحه فين. ودي نقطه تحول كبيره جدا، ان انت تبقى متقدم بالفارق ده وتخسر، حتى مش ما تعملش تعادل وتخسر ب 2 بوينتس فرق. يعني لا الدنيا فتحت ازاي الكلام ده هنا؟ ده اقدر اقول لك ان ده دور المدرب كويس. فانما اللعيبه نفسها، بس عايز اقول لحضرتك ان قصدي يعني بنتكلم طبعا في سلبيات وممكن يبقى في اخطاء من الجهاز الفني او اللاعبين، لكن الهزيمه امر محتمل. ولو لما تيجي في توقيت مبكر شويه ما جاتش في نوك اوت او في ماتش اخصائي يبقى في مجال للتعويض. اكيد يعني. اكيد حصل. عشان كده انا قلت لحضرتك ايه، انا بحلل الماتش ده. أيوة. تمام. لكن الماتش ده الحقيقه خدك في مسار تاني، وهو يعني مسار الجزائر. الجزائر راحت في حته تانية خالص، سهل طريقها لغايه النهائي. تمام. انت رايك ان مواجهه الكاميرون مواجهه قويه؟
صعبه يعني. ده انت تتخيل الجزائر هتقابل تشاد. كويس، في الاغلب الفايز من ليبيا وتشاد. طب انت الفايز من ليبيا وتشاد دي يعني نزهه سعيده. كويس، مع ان يعني التعبير ده في الرياضه مش مظبوط، لازم اهتمام. ليبيا اعتقد بتقدم مستوى جيد يعني، ليبيا في البطوله دي مقنعه. مش من الاسماء، مش يعني انا مش ولا الجزائر ولا يعني انا مش ولا مصر، لكن يعني مش مفرط شويه في التقييمات الجيد، او لان يعني بحكم النتائج في البطوله المستوى يعني. بصراحه هو بينحصر ما بين اربع فرق. كويس، مصر وتونس والجزائر والكاميرون، وفي شويه النهارده ظهرت كينيا. كويس، بمستوى لا باس به. تمام، لكن بقيه الفرق بنتمنى لها انها تتقدم، وهي ليبيا في الوقت الحالي متقدمه على تشاد شوطين مقابل لا شيء. اوكي، لا معايا حضرتك، انا بقول كويس تمام. فسواء ليبيا او تشاد قصاد منتخب الجزائر، انا شايف منتخب الجزائر عجبني جدا، عجبني، لان هو كان متاخر في الشوط الاول وعرف يقلب النتيجه، وعجبني الاداء الفني، وعجبني بالذات مهاره البلوك في الجزائر، مع ان احنا امكانياتنا الجسمانيه اعلى بكتير. يعني قائمه المنتخب، يعني لو انت بتقيم القائمه، التكامل الفني في كل الاماكن، شايف القائمه جيده ولا فيها والله انا شايف في بعض الاماكن يعني. انا شايف ان القائمه يعني مش بطاله، ولكن انت بتلعب لعيبه دلوقتي اجيال، يعني احمد صلاح نجم مصر. عودته يا كابتن شايفه شيء ايجابي؟ ان انا يعني اعود مره تانية للعيب بقاله مده طويله جدا متالق، وهو اللي بيتحمل مسؤوليه المنتخب طول الوقت، ولا شايف ان حان وقت الدماء الجديده؟ يعني الوضع شبيه شويه بوضع احمد الاحمر في المنتخب الاول في اليد. تمام، شوف حضرتك، كابتن حسن مصطفى بحكم ان هو رئيس اتحاد دولي وحاطط ايده في الرياضه المصريه والاتحاد المصري، عرف ازاي يخلي دايما المنتخب الهاندبول شاب وفاتي. كويس، ويجبر اللعيبه ويجبر او يجبر الانديه على انتاج لعيبه. تمام، ده ما حصلش في الفولي بول، وصعب يحصل، لان الموضوع له بنيه تحتيه تانية خالص، متصله بقانون الرياضه ومتصله بقواعد اللجنه الاولمبيه وقواعد الاتحادات الدوليه وقواعد، يعني انا يعني بص، قواعد ان انت الناس تقعد على كراسي بطريقه معينه. معلش انا مش عاوز امارس اي نوع من انواع الهجوم، ولكن انا بحلل بطريقه فنيه. ان لعيب يبقى مقرب من 40 سنه وبيطلب، مش القصه دي ملهاش علاقه بمواهبه خالص، ملوش علاقه باللعيب ده خالص، له علاقه بالفقر الرياضي اللي لا ينتج لعيبه. لان احمد صلاح، هضرب مثال معلش، برونالدو في البرتغال. رونالدو حوالي 38 عام في الوقت الحالي، تمام، وما زال موجود في المنتخب الاول. اذا امر طبيعي لما انا يبقى عندي ليجند او عندي نجم وخد المكانه دي ان انا اعتمد عليه. طبعا الموضوع بيبقى عليه بعض علامات الاستفهام لما الموضوع يطول، ان انا اطول في الاعتماد عليه، ولازم يكون في بديل. يعني منتخب اليد شفنا مين اللي طالع، يحيى خالد، واحد من نجوم فازبرم المجري، واحد من اللعيبه المميزه جدا، واحد من افضل الباكات اليمين في العالم، فده امر ايجابي. عشان كده ما كانش في ضغط على احمر قوي ان انت تكمل وانت كمان حوالي داخل في 40 عام. انما يمكن الوضع مختلف شويه في الفولي، ولكن بيحصل، بتكلم في لا هو مش مختلف شويه، هو مختلف خالص. ليه يا كابتن؟ بالظبط ليه، هقول لحضرتك حاجه. اول حاجه نمسك المراكز. كويس، اول حاجه لعبه الكوره يقدر اللعيب يستخدم ذكاء فيها. يعني ميسي لما تشوف بيتمشى في الملعب بطريقه وبيرصد، ميسي ده يعني، ورونالدو برضه يعمل سكاننج بطريقه معينه يقدر يوزع مجهوده. لما تيجي لاحمد صلاح، ده بيلعب مين اتاكر طبعا، ده مكنه شغاله ما بتهداش. بتتكلم هنا في طبيعه كل طبعا لعبة. بكلمك في طبيعه اللعبه، ده ضغط تاني خالص غير يعني رونالدو لو مكان احمد صلاح في الفولي مش هيكمل. مش هيكمل، لا طبعا ما يكملش، ولا ميسي كامل. انا بقول لحضرتك اصل دي طبيعه جسديه، واحد عنده 40 سنه مش بس، برضه انا مش ده كاحمد صلاح كتر خيره بطل بكل معنى الكلمه. ليه بقى حضرتك؟ احمد صلاح خد احسن لاعب في العالم، احسن ضرب في العالم من حوالي 10 سنين. لازم كان يبقى في موجود 500 احمد صلاح
طالعين من احمد صلاح. ان انت تتفرج على نجم زي ده زي رونالدو وميسي لما طلعوا نجوم من بلدهم، لما الهموا العالم كله ها وطلعوا نجوم، انت حضرتك عندك الرياضيين كلهم اللي في مصر 350 ألف. تعرف حضرتك ان الرياضيين في الامارات عددهم اكبر من مصر المسجلين؟ معلومة مفاجأة الحقيقة. أفاجئك بقى مفاجأة كبيرة. عدد الرياضيين المسجلين في الإمارات، الإمارات تعدادها حوالي مليون ناسمة. عدد الرياضيين بس كابتن احنا يعني خلينا أكمل خلينا أكمل الجملة. طب قول كويس. عدد بس أنا هقول لك برضه.